طيب حاجة نعمل لسه معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاجة نعمة. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا اتفضلي. بيك يا فندم. دكتور انا مريضة سكر، عندي 52 سنة، ما شاء الله. طولي 156 ووزني 85. ماشي. لسه محللة تحليل السكر صايم 129 وفاطر 135. جميل. طيب بتاخدي علاج للسكر ولا مفيش سكر اساسا؟ لا باخد، انا ليا 4 سنين عندي السكر، باخد امارين 3 مللي. طيب سكرك الصايم كويس وبعد الاكل كويس، في ايه مشكلة؟ المشكلة ان انا باخد امارين 3 مللي، اقلل الجرعة ولا خليني ماشية عليه؟ لو وزنك بيزيد، بصي انت وزنك طبعا حاجة و80 قلت صح؟ ووزنك 100 حاجة و50 وانت ذكية ما شاء الله مية مقد وزني مية وزني 85. 85. الو، طيب انا وصلت طيب للنتيجة، شكرا يا حاج هي نعم. سؤالها ذكي جدا جدا، سكرها مظبوط الصايم وبعد الاكل بساعتين، بس هي لازم تمشي على الاماريل زي ما هو 3 مرات، قصدي 3 مللي جرام الصبح. لو عاوزين نقلل الاماريل وده افضل عشان ننزل وزنها 5 6 كيلو، يبقى هناخد اماريل 2 مللي جرام قبل الفطار، وهناخد جلوكوفاش حبايه 1000 مللي جرام يعني 1 جرام، حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء، وكده هننزل وزنها 5 كيلو، وده هيبقى افضل بالنسبه لها ان شاء الله. تمام.